هذه واحدة من قاعات اختبارات شهادة الثانوية العامة، حيث تضم بين الطلبة المتقدمين عددا من الطلاب النازحين الذين شردتهم حرب الميليشيا. وعلى الرغم من المصاعب التي يواجهونها كالنزوح والتشرد، إلا أنهم استطاعوا مواصلة العملية التعليمية بعد التحاقهم في مدارس وادي حضرموت. أنا من محافظة صنعاء، نازح في مدينة حضرموت. نشكر إدارة المدرسة على قبولنا في المدرسة، وهي من أفضل المدارس النموذجية في حضرموت الوادي والصحراء، والحمد لله تم إجراء واليوم اختبار في مادة القرآن الكريم. صعوبات مختلفة رافقت الطلبة في وادي وصحراء حضرموت كغيرهم من طلبة محافظات الجمهورية، أبرزها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وشحة الكتاب المدرسي. كل هذه تسببت بضغوطات نفسية لدى الطلبة. انطفاء التيار الكهربائي هذه أكبر مشكلة يعانيها الطلاب، فإن شاء الله المجلس المحلي والحكومة تحاول أن التيار الكهربائي هذا أكبر مشكلة، هذه يحاولون أنهم يتخلصون من هذه المشكلة، وتمنيات لإخواننا الطلاب بالتوفيق والنجاح. نحو 4000 طالب وطالبة يتوزعون على عدد من مراكز المديرية على مستوى وادي وصحراء حضرموت، يؤدون الاختبارات في عملية يقول عنها القائمون هنا بالميسرة. هؤلاء الطلبة يحددون مستقبلهم لإنهاء مرحلة الثانوية العامة والالتحاق بتخصصات جامعية، لكن هناك المئات ممن حرمتهم الميليشيات من مواصلة التعليم، فدفعت بهم إلى الجبهات أو تخلوا عن المدارس لينخرطوا في سوق العمل لإعالة أسرهم، لتكون بذلك قضت على مستقبلهم أو في أسوأ الظروف خصمت من رصيده. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.